تفاعلا مع الأسئلة اللي وصلتني كسوا على الخاص وإلا وصلت حتى للصفحة متاع ديوانا فام في علاقة بالبعض العروض اللي كنا حكينا عليها نهار الاثنين وخاصة العرض اللي حكيت عليه وموجود لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني للكفاءات التونسية اللي متخصة في مجال النسيج. هذاك علاش تواصلنا مع مدام إيمان بعزيز المكلفة بالتعاون مع كندا لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني باش تعطينا أكثر تفاصيل على العرض هذية. صباح الأنوار مدام إيمان، مرحبا بك معنا في صباح الخير تونس. صباح الخير ونهاركم زين ياسكم. صباح الخير إيمان. بيه دونك هيت للناس اللي قاعدين يسمعوا فيا، برشا ناس اغلب الاسئله شنو ما الاختصاصات المطلوبه، كيفاش نجم نشارك، هل انه يلزمني اكسبيريونس والا لا، كيفاش نجم نكون هكا محظوظ والا يكون عندي حظوظ اوفر من اجل انه نفوز بالفرصه من الفرص اللي هكا مطلوبين في دول في الخارج. واليوم نحكيو سبيسيالمون على كندا. بيه احنا توا عندنا انكور مهمه انتداب في مجال الخياطه والنسيج. المهمه هذه الفيرسيون الثالثه، النسخه الثالثه من مهمه الانتداب في مجال الخياطه والنسيج. عندنا 10 شركات في مجال الخياطه والنسيج بمقاطعه كيبيك ترغب في انتداب عده فنيين في مجال الخياطه والنسيج. ثم عدة اختصاصات، فنيين في الخياطة على آلات الخياطة الصناعية، ثم عمل في قطاع الخياطة والنسيج، متفقدي جودة في مجال الخياطة والنسيج، فنيين تصميم تفصيل وتبطين، ثم فنيين صيانة آلات الخياطة والنسيج، فنيين على آلات النسيج، متفقدين ومشغلي آلات الصبغ. هذو من العروض نتاعنا على 46 بوست والكل اللي مهتمين بالعروض هذوما ينجموا يدخلوا على الموقع الرسمي نتاعنا اللي هو atc.ca، يلقاو وصف وظيفي لجميع العروض هذه على الموقع الرسمي نتاعنا. ثم في روبيكا في انونس اعلان فيه بلوس دي ديتاي على لي زوفر هذوما، فيه موعد النهائي لتقديم الترشحات اللي هو 26 جانفي. العروض هذه تحلت من نهار 26 ديسمبر 2023 وباش تقعد حتى 26 جانفي، يعني مدة شهر. اللي بالنسبة للعروض هذه ما فيهاش شروط كبيرة، جست يكون المترشح متحصل على شهادة في المجال مع سنة خبرة. سنة خبرة فقط. بالنسبة للفنيين الآلات الصناعية لازم عاملين خبرة، بالنسبة للبقية الكل عام بركة خبرة يكفي. اللي مهتمين بالعروض هذوما ينجموا يلقاو النموذج نتاع السيرة الذاتية نتاع الشريك نتاعنا الكندي اللي هو شركة التنمية الاقتصادية بديومونفيل لا اس دي او دي، ينجم يتيليشارجي النموذج هذاك يعمرو ويبعثو لنا على الميل off.canada@atcc.ca. احنا مسهلين في الاجراءات بالنسبة للي مهتمين بالوظائف هذي، لهنا مهم برشا مسألة السي في مدام إيمان وانت حكيت عليها، يعني خاصة في علاقة بالتوظيف مع في كندا، يعني طالبين نموذج معين معناها يلزم نتبعوه باش نجموا هكا تكون حظوظنا أوفر. أي أيوة، المستحسن يا اما تستعمل النموذج نتاع الشريك الكندي اللي هو لا دي او دي، نموذج بسيط يدخل يعبر المعطيات الشخصيه نتاعو، اذا كان عنده شهاده علميه، الخبره المهنيه، ثم ديتاج، ينجم يعمل ملخص، ينجم نموذج سهل، واذا كان المترشح عنده ديجا سيره ذاتيه نموذج كندي ينجم يستعملها. نقبلوهم في كل الاحوال ما ثم حتى مشكل. فما اللي ناس اللي تسال هل انه العرض هذايا فما فلوس تتدفع، يعني يلزمنا ندفعوا فلوس والا معناها جوست لي كريتير اللي حكيت عليهم انت؟
لي جوست لي كريتير. بالنسبه للوكاله التونسيه للتعاون الفني معروفه احنا العروض نتاعنا مجانيه وموجهه للتونسيين كل اللي يتوفر فيهم الشروط حسب مطالب المشغل. ومهم برشا نوصلوا المعلومات هذه للناس مدام ايمان، خاصه انه برشا ناس اللي تتعرض لعمليات التحيل سامحوني خاصه في علاقه بالتوظيف بالخارج، فمهم برشا برشا انه نتوجهوا للوكاله لانها شريك مع عديد الدول في العالم ومتعاونين، وبرشا ناس كانت عندهم تجارب ناجحه. دونك هذاك علاش اليوم حبينا نعطيو اكثر تفاصيل على العرض هذايا، وان شاء الله نحاولوا انه تكون عندنا دي بوان مع الوكاله باش نعطيكم كل العروض اللي ممكن هكا تكون على قياسكم وتكون عندكم فرصه باش تمشيوا تهاجروا للبلاد اللي تحلموا بها. نعاودوا نفكروا مدام ايمان بالموعد النهائي لتقديم الترشحات وبالضبط الموقع نتاع الوكاله. الموعد النهائي لتقديم الترشحات 26 جانفي 2023. بالنسبة للموقع الرسمي نتاعنا atcp.ca، احنا العروض نتاعنا الكل نهبطوها على الموقع الرسمي نتاعنا ونهبطوها على لي ريزو سوسيو نوت باج فيسبوك سي اجونس تونيزيان دو كوبيراسيون تكنيك، هذه الصفحة الوحيدة نتاعنا اللي نهبطوا فيها العروض نتاعنا. بالنسبة للموقع للوكيلة احنا في سونتر اوربان نور بجنب مدينة العلوم ودار الصباح. بالنسبه للعنوان تاع الوكاله. وفقط باش نختم معاك لهنا للناس اللي مهتمه بال 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 بالعرض هذايا، يعني يلزم يعملوا لانسكريبسيون في الموقع نتاع الوكاله، معناها اللي المتمتعين بوتيتر بالفرص هذايا يلزم يكون فما دوسيي موجود في الـ في الـ في, الـ في الوكاله هكا ولا لا؟ بالنسبه للعروض هذه ليه معناها عادي اي انسان حتى ما هوش مسجل في الوكاله تتوفر فيه الشروط يعمر النموذج نتاع السيره الذاتيه ويبعثوا على الميل هذاك اللي موجود offre.canada@atcp.ca. بالنسبه للعباد اللي في الدومين ومسجلين في الوكاله احنا ديجا راسل بهم قلنا لهم فما عروض في اختصاصكم، اذا كانوا مهتمين هذا النموذج نتاع السيره الذاتيه تنجموا تعمروه وتبعثوه مع السيره الذاتيه. واضح مدام ايمان بوعزيز المكلفه بالتعاون مع كندا لدى الوكاله التونسيه للتعاون الفني، كل الشكر ليك على المعلومات اللي اعطيتهم لنا اليوم في فقرتنا على بكري. على بكري.